السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء الوطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في غربه. بير ادلي سيكورامنتي جوكاتوري كي كونوسكو كي انتريسانتي فيديامو كوزا بورتا فوتورو ما اي مومنتو اي امبورتانتي كونسنترارسي سو بريزنتي اي سيكورامنتي امبورتانتي ديري كي بير اون ماتريمونيو بيلو تشي فولنو دوي بارتي. Non sarebbe normale non avere anche opinioni in contrarie, anche un po' negative. Perché siamo uomini e ognuno ha il suo pensiero, ma penso risultati vanno anche un po' a mia parte. Posso dire solo che pochi alla fine vincono i trofei e sono avuto fortuna di partecipare a questo successo anche a Roma. اذا من الندوة الصحفية تكلم العديد من الامور وطرق العديد من المواضيع، المدرب الجديد بيتكوفيتش، تكلم ايضا على قائمة موسعة حوالي 45 لاعب، تكلم على عديد من الامور، لاعب محلي كذا، اللغة رغم انها ما نشوفهاش ماهيش حاجة كبيرة، لغة ايطالية ولا لان لو نتكلموا بحقيقة احنا واش نبغيو؟ احنا اللغه تاعنا واش هي؟ لغه القران واش هي؟ اللغه العربيه، هذه الحقيقه. لو نحبوا نتكلموا ونتعمقوا شويه، نلوم المدرب على انه ما عندوش اللغه، واش هي اللغه؟ ما عندوش العربيه، اوكي هذا اعجمي، هذا مش مدرب جزائري، ما نقدرش نلومه، بصح في وقت سابق الناخب الوطني كان مدرب جزائري ويتكلم اللغه الفرنسيه، كل ندواته باللغه الفرنسيه، حبيب كلمات عربيه، سكت الامور تمشي عادي. دركا كي جا مدرب يتكلم اللغه الايطاليه، لا كيفاش يتكلم الايطالي؟ مش اونترينار، واش بك صادي؟ صادي بسيط بينا، جبت لنا اونترينار يهضر الطلياني، يا خطينا يا ناس، اش بكم هذا؟ يهضر الطلياني، جيبوا لنا اونترينار يهضر الفرنسي، علاه لغتنا احنا الفرنسيه؟ ماهيش لغتنا. خلاص، نزيدوا الف. لو نحبوا نتكلموا الحقيقه، لازم يهضر عربيه، اللي قبله يهضر المفروض العربيه. لكن مشات الفرنسيه مليحه، والطليانيه ماهيش مليحه. ما علينا، ننسوا موضوع اللغه. ركزت على زوج حوايج، ركزت على ياسين عدلي وركزت على كلمه الانتقاد. اوه عجبتني. فيما يخص قضيه ياسين عدلي، صرت مع حسام عوار. اي لاعب جزائري لما يقترب، لاعب يعني مغترب، يقترب من تمثيل المنتخب الام يعني البلد الاصلي تاعو اللي هو الجزائر، الاعلام الفرنسي راح يخدم خدمته. الان الاعلام الفرنسي راهو يدير في ضغوطات كبيره ما توقعوهاش باش يدور له رايه ويقلبوا مع المنتخب الفرنسي، رغم انه المنتخب الفرنسي بنسبه قليله انه ممكن كاينه مشكله ما بين، نقول ما بين اذا بقى يلعب التيتولار، ما بين قضيه غندوزي وبوغبا، لانه بوغبا بعيد على الميادين وغندوزي لاعب لازيو بناش عارفين، ما بين غندوزي ولقنا غندوزي استدعى عيط له ديشون في وقت سابق مع المنتخب الفرنسي. الان راهو الاعلام الفرنسي يقوم بالدور نتاعو كما يجب. لازم اي لاعب جزائري يلعب تيتولار في نادي معروف، في نادي كبير ويلعب ومكانه نتاعو اساسيه، دور كالاعلام الفرنسي لازم يضغط باش يجيبه لفرنسا. امر منطقي. الان مع الاتحاد الجزائري التحرك طبيعة الحال مع المدرب، يعني لازم مدرب يشرح اللاعب مشروع الرياضي ويطرقوا العديد من الامور، منصب اللي راح يلعب فيه اللاعب الجديد، لانه الان الامور بدات تسخن شويه. انا كنت نشوف باللي اللاعب كان في المتناول، الا مشكله فقط ماهوش ضامن مكانه اساسيه في الميلان. الان لما ضمن مكانه اساسيه خرجنا من ايه؟ الاعلام الفرنسي. هنا راح تكون فيها حرب قويه، حرب ما بين الاتحاد الجزائري وبين الاعلام الفرنسي المدعوم من الاتحاد الفرنسي لكره القدم. هذا فيما يخص ياسين عدلي، لاعب مهم عنده فقط نقطه سلبيه في استرجاع الكرات واستخلاص الكرات، يعني كيبيري شويه في الحاله الدفاعيه نقول بلي متوسط، ما نقولش ضعيف نقول متوسط، لكن في بناء اللعب لاعب ممتاز، لاعب وسط ميدان ممتاز. الموضوع الثاني اللي عجبني بزاف في جل ما تكلم، عجبني غير النقطة هذه بزاف، عجبتني كي قال الانتقاد، أتقبل كل الآراء، والانتقاد هذا عادي جدا، بالعكس مادام ما كانش انتقاد راهي كان حاجة مش نورمال، لازم يكون انتقاد،
قال لك هذه المهنه تاعي علاش راني نام مدرب مدرب باش اتحمل الانتقاد. هذه مليحه. خطر في واحد الوقت في وقت العبوديه كنت شفاو في وقت العبوديه وتقديس ممنوع منعا باتا انتقاد مدرب بل تعتبر خيانه وطنيه. اللي يقول المدرب غلط راهو خائن. وزعماء الهاشر يعطوا احكام لهذا الصحفي او يوتيوبر او مواطن حتى مواطن فهو خائن وعميل عميل وخائن لانه قال المدرب غلط. المفروض ما يقولش المدرب غلط رغم انهم هما كما ذكرنا في فيديو سابق انهم في الواقع مش في المواقع في الواقع ما خلوا ما بقوا للناخب الوطني اللي قالوا عليه خط احمر ما خلولوش هاك ما على بالكم وسقسيو سامسونج المهرس او سامسونج المكسر ولا مهرس سامسونج المهرس محاينو صعب با 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 با. يا حليش خطير يا حليش. اذا بيتكوفيتش باش نكمل مع هذه في الاخر نخليها في الاخر واحد الجمله نقولها في الاخر. بيتكوفيتش اليوم كان موفق في الندوه الصحفيه كانت اجراءات عاديه يعني ظروفها كانت مليحه فيها تكلم امور رياضيه امور تخص المنتخب الوطني نقول نقدر نقولوا فيها شويه تعارف مع الصحفيين مشات عادي يعني ما فيها لا صحفي تدير الرياضة لا صحفي فيك لا ما كان لاني عادي أمور عادية لأن المدرب هذا عمل في المستوى العالي عمل في لازيو في الدوري الإيطالي عمل في سويسرا في الدوري الفرنسي عمل مع المنتخب السويسري في شارك في كأس العالم كأس أوروبا يعني يعرف المستوى العالي ولا بالك فاش تسير للندوات الصحفية أمر عادي جدا. وزد كما قلت قال باللي كلام مهم قاله أنا أتقبل كل الانتقاد عادي جدا لازم يكون انتقاد مدرب يقول لك لازم يكون انتقاد كما قلت لكم في وقت سابق ممنوع بل يعد خيانة وطنية كل من ينتقد المدرب. باش نختم بيتكوفيتش إذا نجح راح يكمل مع المنتخب الوطني وهذا نتمناه إن شاء الله نتمناه أنه بيتكوفيتش ناخب الوطني جديد يواصل مع المنتخب الوطني ويكمل وإن شاء الله يحقق نتائج إيجابية. في حالة إذا لا قدر الله اخفق بيتكوفيتش وما قدرش يحقق الأهداف كونوا على يقين خوتي بلي هذا المدرب راح يحط الاستقالة تاعو ويروح لبلاده ما يطاكيك في شرع ما يقول لك أعداء الوطن ما يقول لك خيانة وطنية ما يقول لك صادي خرب فيا ما يقول لك الصحافة ما يقول لك 7 صحفيين ولا 8 أعداء الوطن ما يقول لك عندنا ملف ثقيل ما يقول ما تسمع والو راح يهز الكابا تاعو ويروح لبلادها. بالمختصر المفيد عطيه لك من الاخر اذا نجح راح يواصل ان شاء الله ينجح نتمنوا له النجاح مش ليه هو كشخص نتمنوا للمنتخب الوطني ينجح بلادنا واذا فشل راح يهز الكابا تاعو ويروح لبلادها. ما تسمع كلمه عيب ما تسمع ملف ثقيل لا الماتش يتعاود لا قاسامة لا صادي يخرب فيا لا الصحافة لا أعداء الوطن لا صحافة العار لا 7 لا 8 ربي يديهم لا كابتو ويروح يروح لبلاد. لأن علاش؟ لأن هذا المدرب أعمل في المستوى العالي ويعرف وش معناها المستوى العالي. احترام العقد أنا عندي عقد بأهداف لازم نحقق الأهداف هذه ما قدرش نحقق الأهداف إذا فشلت في المهمة تاعي وش معناها النتيجة. السلام عليكم وراني بروح لدارنا من الاخر. اذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزمن الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.